اللي وصلت سليمان؟ ايه طبعا هلا وصلت. معقول ما اشوفها يعني؟ اكيد ما رح انطر، قتلني الفضول. خلص بشوفها وبجي لعندك فورا. ماشي. منيح نحن اشترينا الشقة ماما، يعني موقع ممتاز وسعر كتير مناسب. معك حق. شو القصة؟ بدي تلاقي لي هالواطي وين ما كان وتجيبه لعندي، ويكون بعلمك اذا بيهرب منا رح خليك تندم، فهمت؟ اللي هلا شو ساوي فيك؟ معقول تخليه يضحك علينا؟ ما توقعت سليمان بيك، كان واحد من زلمك. نحن لازم نعرف لوين ممكن يروح هلا. وين ممكن يروح؟ بتعرفي لوين؟ وين بلاقي عمران؟ انا ما بعرف سليمان. عيلته بأنطاليا بس ما في تواصل بينه. قلت لك وينه؟ شو بيعرفني لوين ممكن يروح؟ مفتاح مكتبي معه، معقول يكون لهالدرجة غبي ويروح عليه؟ روحوا فتشوا هنيك، ورفيقه يلي كان معه بيجيبوا لي اياه. سامحني معلم مشان الله. أنا بورجيك كيف بتخدعني يا كلب. سليمان رح نسيك حليب امك يا حقير. يا كلب انا بورجيك عم تلعب معي. يعطيك العافيه بابا. شو جابك لهون انت كمان؟ مو فاضي لك بنوب؟ انا اتصلت وعرفت انكم هون. بابا بترجاك تعطيني فرصه لاشرح لك. سكرت امك وخراس، مو ناقصني غير اسمعك. نحن المشاكل لفوق راسنا وانت مو قدران تتحمل مسؤولية. روح انقلع يلا. سمعت شو قلت لك؟ مو ناقصني اغبياء. شيلوا من وشي الكلب. حقوا سيارته، افراد عيلته، حركة الحساب تبعه، جوازات السفر. بدي اي شيء يوصلني اله. وين بده يروح الا ما يبين له اثر؟ عمران في معه شريك كمان، تعقبوه منيح. شو كان اسمه؟ عرفان سايغون. عرفان سايغون ساكن بكوجا إيلي، كان أستاذ بالجامعة، قلعوه من فترة، لازم تلاقيهم. مين بكون يا واطي؟
فقير وواطي، شو ما عملت رح تضل هيك؟